إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم الأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. هذه الإخوان الكتيبة ديال إبراهيم أيت سيوان عن تجمع تيم حضيت الشرقية. هنا الإخوان متواجدين في تيم حضيت، تبارك الله، هذو الفحولة الإخوان، وهذو النعجة والخروفة. الإخوان كاين واحد المريض غادي يدوز 3 أيام، الجمعة والسبت والحد، وإن شاء الله راه غادي يعلنوا فيه أحسن كسب، تبارك الله، والله يدير الخير.